السلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. هاد الايام بكل صدق كثر هادشي ديال اليوتيوبرزات ومشاكل اليوتيوبرزات على مواقع التواصل الاجتماعي. بطبيعه الحال بزاف ديال الناس كيشوفوا ان هادشي غير تفاهات وهادشي غير خواخاوي، وكاين ما هو اهم منها الغلاء ديال الاسعار طبيعه الحال وغلاء البنزين اللي المغاربه داروا واحد الهاشتاغ كلهم كيطالبوا بتخفيض اسعار البنزين. تنتمنوا بطبيعه الحال ان هذا الشيء يعني يوقع، ولكن راه غمره هذه الاحداث وغمره ديال غلاء الاسعار وكاين ما هو مهم وهو مفيد، كاينين مشاكل اللي هي اجتماعيه اللي كنحاولوا اننا نعالجوها ونناقشوها. مشاكل ربما للبعض كتبان لهم انها مشاكل تافهه لا تستحق اننا نبينوها للراي العام، ولكن عند بزاف ديال الناس راها مشاكل جد مهمه وربما كتعطي العبره لبزاف ديال الناس، ومنها كنحاولوا اننا ايضا نحلوا بزاف ديال هاد المشاكل. اليوم عندنا واحد المشكل كبير ومشكل خطير اللي يقدر يكون واقع بزاف ديال الشباب. وشكون هو السبب؟ هما الوالدين. دائما تنقولوا ان الوالدين هما السبب ديال ولادهم، لان التربيه الحسنه والتربيه الطيبه واش كنعطيو لولادنا هو اللي كنحصدوه من بعد. طبيعة الحال كاين بعض الاستثناءات ان الوالدين كيديروا في كل ما بجهدهم والولاد كيخرجوا، ولكن كتبقى القاعده هي انك من زرع حصاده. اليوم معنا اليوتيوبرز خديجه بيلانوفا وولدها بلال اللي كاع المغاربه كانوا تعرفوا عليه واحد الوقت في واحد الفيلم اللي كانوا المغاربه منهم حنا كنصحبوه بالصح، انه كان حقه ما حقه غيتزوج بالملقبه بهويا مستار. ربما من تما مني بدات المشكل، لان ديك الساعه كان باقي قاصر باقي طفل. مو اليوم كنلوموها بطبيعه الحال، كنلوموها وكنعاتبوها لان هي السبب لهذا الشيء اللي وصل ليه بلال. بلال واحد الطفل كبر في واحد الظروف، بزاف منا غيكونوا كبروا في هاد الظروف، ام مطلقه عاودت تزوجات للمره الثانيه عاودت طلقات للمره الثانيه، لقى راسو مع ام بوحدها هو وجوج خوتو، الظروف العائليه والمعيشيه والضغوطات، ولكن هاد الام كانت كتكافح باش انها تعيش بلال وخوتو بداك الشيء اللي تمنات كاي ام كنتمنى. ممكن شي ام ما كتمناش ان وليداتها تشوفهم فواحد المعيشه زوينه، تقريهم مزيان، توكلهم مزيان، تسكنهم، تلبسهم. وفي بعض الاحيان كاين بعض الامهات صافي بحال كيحماقوا كيوليو باغيين يديروا اي حاجه باش ولادهم يكونوا بخير، وهذا الشيء شفناه عند فاتحه روتيني اليومي، وكنا ناقشنا معها قبل ايام هذا الموضوع. فاتحه هادشي اللي كديري فيه راه عيب، فاتحه راه حشومه ديري الروتين اليومي، حشومه تعري، حشومه لا الفقر وليداتي بغيت ندير اي حاجه، وكتنسى بان دوك الوليدات راه غتخلي ليهم واحد التاريخ اللي هو مسيء، واحد التاريخ اللي هما ملي غيكبروا ما غيبغيوش والناس صحابهم غيبقاو يعيروهم به. وتنعرفوا اننا في واحد المجتمع لا يرحم، كنعرفوا اننا في مجتمع لا يرحم، كاينين دوك صحاب النوايا السيئه اللي كيبقاو يحرشوا الوليدات، كيبقاو يحرشوا الازواج، وبزاف ديال المشاكل كتوقع. اليوم معنا خديجه بيلانوفا ومعنا بلال. وقع واحد سوء تفاهم، وقع مشكل لدرجه ان بلال جات واحد الهستيريا وبدا كيهرس في دارو، دقدقها كلها، ما خلاش شي معون. طبيعه الحال الام ما لقاتش شي مخرج بما انها بوحدها ما كاين لا راجل لا والو، اتصلت برجال الامن مشكورين اللي جاوا لعين المكان، دارت له العنف ضد الاصول. طبيعه الحال الامن قام باعتقاله. تماك اي ام راه غادي تفيق غتقول شنو درت، ما كاينش شي ام كتبغي تصيفط ولدها للحبس. خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو وقع خديجه؟ معكم عندي وكنشكر المتتابعين قلبي حداك اللي معنا في هذا اللايف ديال فاطمه الزهراء والاخ سعيد. الحمد لله هادشي قدر الله، وكي قلتي هادشي انا السبب فيه وكنخلص. ربما راه بديتي معايا الفيلم من الاول، بديتي معايا انا وي كنعترف، وديجا انني اعترفت بالخطا اللي درت واعترفت بهادشي اللي كامل اللي انا درته انا السبب فيه. انا كيف قالت لكم فاطمه الزهراء وكيف كيعرفوا جميع المغاربه بانني ام ثلاثه الوليدات، طلقت النوبه الاولى عاوتاني تزوجت طلقت ثاني النوبه الثانيه، حرام الرزق. يعني حتى انا درت واحد القناه اللي حتى انا بغيت نعيش منها ونعيش منها ولادي، وبغيت حتى انا ولادي كيف كيكونوا كاع الوليدات بخير وعلى خير، ما خصهم حتى شي حاجه. انا ملي درت هاد القناه ويساعدوني ناس الله يخلف عليهم كنشكرهم، ضمن الاخ رضا المداح، يسرى مود، نيبا، كاع تفاعلوا معايا،
كاع بارطاجاو ليا القناه ديالي كلشي الناس الله يخلف عليهم. يعني واحد الوقت تعرفت بالملقبه هويا مستار جات عندي. واخا خديجه قبل ما نوصلوا قضيه ديال هويا مستار، خديجه علاش ما تخدميش؟ علاش انت فكرتي عاود ما تقلبي على خدمه اللي تكوني بها مع وليداتك؟ مشيتي كتلجئي لليوتيوب والقنوات ديالك. فاطمه الزهراء اختي انا ما كرهتش نخدم، ولكن عندي وليداتي صغار، كتشوفي محمد 8 سنين، سعد 5 سنين، الوقت اللي كيكونوا في المدرسه ما لقيتش. فاطمه الزهراء اختي اقسم بالله العظيم طرق جميع الابواب، الناس اللي كيعرفوني وغيشوفوا هذا الفيديو هذا دفعت لهم سيفيات، دفعت سيفيات المدرسه على اساس باش نخدم في المدرسه، ما خليت فين دفعت، مشيت عند محامين كنعرفهم كيقول لك انا ما نقدروش نخرج واحد ونخدمه، وبغيت ندير الميناج على ولادي جومونفو. انا نهار اللي مشى راجلي خرج من الدار راه خدمت في هذه القهوه احلى منين حتى الدار هادشي عاوتولي. يعني ما كيهمنيش انا الحمد لله، المهم ليسونسييل عندي انا نجيب لقمه العيش حلال لوليداتي. يعني انت كلشي درتي على قبل ولادك على ولادي بالحلال بما يرضي الله، ما انا كندير الروتين اليومي، ما انا كنبين شي حاجه اللي هي خايبه، ما انا كندير حتى شي حاجه، يعني الحمد لله عايشين بما يرضي الله. هي هذيك انا بغيت انا قناتي تزيد طلع ونزيد نتعرف عند الناس، بغيتي ديري البوز. ندير البوز وي، ضحيت بولدي وضحيت براسي، وهاد الضحيه اللي انا ضحيت به انا كنخلص دابا حاليا، وسبب هذاك الشيء اللي انا درت خسرت بزاف د الحوايج خسرتهم. ما فكرتيش خديجه حتى لحظه ان هذيك راه سمعه ولدك، ان هذاك ولدك راه كان قاصر وانت اللي مسؤوله عليه، دخلتيه لواحد المتاهه اللي صراحه هو غير مسؤول عليها. هو طفل، هو كانت عنده 16 سنه اللي كانت عنده، جبتي ليه مرا مطلقه بجوج الوليدات اللي كانت عندك 16 سنه ديك الساعه اللي كانت عندك بلال، دابا عاد 18 عام، جابتك واحد المراه مطلقه بجوج الوليدات قد ماماه، وقدمتيها للمتتبعين على ان هذه هي مرت ولدي باش ندير البوز. هذاك غلط درتو اعترفت به، اعترفت به في عده منابر، وكنعاود نعترف به اليوم في قلب داري قدام فاطمة الزهراء. درتو افلام قصيره وقلتو للناس هذه افلام لا يعني بصح. انا اعترفت بداك الشيء، ولكن داك الشيء خلص دفعت، انا دفعت الثمن، وانا ملي دفعت الثمن تقبلته بروح رياضيه، لانني انا اللي ضحيت بولدي وضحيت ما كيحسبليش انا غنوصل لهذا الشيء كامل. قلت لا انا صافي راه غتطلع لي القناه ديالي، الناس ما غاتشدش في خاطرها، ما غيوقعوش ليا مشاكل، وقعوا ليا مشاكل في داكشي الخصوصيات ديال ولادي اللي ما غنقدرش نشرحها لكم اون ديتاي، بزاف 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 د الحوايج وقعوا ليا. ودابا انا غنشرحوا منها بعض الشيء. يعني بسبب هاد البرانك اولا كيف ما كتسميوه نتوما، الضحك على الدقون اللي درتوه للناس باش تنتي تزوجي وليد طفل لواحد المراه مطلقه، خسرتي حتى الطليق ديالك، بات وليداتك لقاها سبه، لقاها سبه ماشي خسرته لا خسر راسه، لقاها سبه لا غير باش نكون واضحين. حتى شي دابا بغض النظر على اخطائه، بغض النظر على انه خلاك، بغض النظر على انه ما باغيش يعطي الصير، بغض النظر على انك ما كيعطيكش النفقه، عطيتيه فرصه، فرصه في انه يقول لك انت ام سيئه لا تصلح لتربيه الابناء ديالي، وغنمنع عليك هذيك المدرسه بحكم ان الزوج ديالك عنده جنسيه فرنسيه، وليداتك كذلك تيقراو في البعثه الفرنسيه. راه هذوك الناس ما غيبغيوش بحكم ان قدم ليهم هاد الفيديوهات اللي كديري، هذوك الناس راه ما غيبغيوش ان وليدات ديال اللي منسوبين ليهم تكون الام ديالهم في حالك. وللاسف الشديد حنا عندنا جمعيات ديال حقوق الطفل في المغرب وهميه، لانك كانت عندنا جمعيات حقوقيه ديال بصح راه كانت تدعي خديجه وتدعي هيام وتشوف هذا الطفل هذا، لانه كان طفل 16 سنه راه باقي طفل، وهذوك الاطفال كيفاش كيعيشوا؟ بغض النظر حنا غادي نعطيوها العذر، الله يحسن العون، هذا الفقر ان يكون كفرا قبح الله، ولكن كاينين الناس اللي كيوجهوا، كاينين جمعيات اللي خصهم يدخلوا على الخط. يعني انا في ديك اللحظه فاطمه الزهراء لا طلقت، وكان طليقي ما كيعطينيش في المصروف، ديك الساعه اللي انا درت داك الشيء ما عنديش ما نوكل لولادي. نوضي تلعبي بالمشاعر ديال ولادي. شحال من خطره كنبكي ونشكي ما عنديش باش نشري الدواء، خلى لي طليقي ديون باقي لدابا عندي مشاكل فيهم، عندي بزاف د المشاكل. ماشي مبرره خديجه. ولكن مزيان انك اعترفتي انني عجبني فيك. لا انا اعترفت انك معترفه بالخطا ديالك. انا اعترفت بالخطا ديالي واعترفت باي حاجه. انا المغاربه في راسي، انا ما ضحكتش، يعني بغيتكم انكم نزيد نكرر تسمحوا لي
انا هادشي درتو قبح الله الفقر. يعني انا ام ثلاثه الوليدات راه مرا وراجلها وتتغلبوا، فما بالك انا عندي طريطه عندي وعندي وعندي مصاريف طبيه. فاطمه الزهراء راه عارفه شحال من خطره فاطمه الزهراء كتشري ليا الدواء ديالي، شحال من خطره فاطمه الزهراء كنعيش ما تنقولوش. المهم انا عندي مصاريف طبيه، عندي دواء كناخذو في الشهر غالي، بالبره وبالدوايات اللي كنشرب غالي. يعني حتى انا بغيت انا ندير قناه تخليه وانا لهاوية فاطمه الزهراء كتعرف الارباح، هيا وريتهم لها دابا شحال كندخل. انا هاد الشهر عندي فيه 174 درهم. واش 174 درهم؟ اكثر مبلغ دخلته خديجه في اليوتيوب اكثر مبلغ دخلته هو 2000 وشي حاجه ديال الدرهم، 2700 درهم. واخا الوقت اللي كنتو كديروا هاد البرانكات وهاد الشيء كانت ديك الساعه ما كنتش كنتخلص باقي، ديك الساعه ما كانتش مفعله. يعني قدرتي داكشي باش تعرفي درت داكشي باش كنشوفي ان حتى دخلي حتى 10 المليون في الشهر كتستحق. لا ما غاتسمعطرش ليا هادشي اللي وقع لي في بلال. لا ما حتى حاجه ما تستحق، حتى حاجه ما تستحق فاطمه الزهراء اختي. حيت بلال كان طفل وقدمتي للمغاربه على انه راجل، كاين اللي كان كيشوفو راجل، كاين اللي كان كيقول اه فين هي الرجله تاع داك ما داك ديو راه طفل. راه نقدر باش نقول لكم راه هذا راه غير وليد صغير، راه يلاه كمل 18 سنه. عباد الله الجمعيات الحقوقيه هنا فين بغيناكم تبانوا، فرقوا عليكم وليداتكم الله يجازيكم بخير. اليوتيوبرزات فرقوا عليكم وليداتكم، فرقوا عليكم اطفالكم. بغيتي تخرجي انت بوجه مكشوف ضحكي ديري برانكات ديري ما عرفش شنو ديري، فرقوا عليكم وليداتكم. هادشي راه تيخلصوه ها هو خلاص. ان بلال ما بقاش كيمشي للمدرسه، هو عبره ما بقاش كيقرا، ما بقاش كيقرا، ولاو تيعيروه بداك الشيء اللي دار ولا كيهرس ويدقدق عليك الدار ومشى للسجن، نزل في حراسه النظريه 48 ساعه ما دازت لا عليه ولا عليا، لا عليه ولا عليا انايا. 48 ساعه ينزل فيها الطفل لا عليه ولا عليا. انت هي السبب خديجه؟ اي انا السبب، كنعترف بروح رياضي كنعترف. انا تالمت وتدمرت الى درجه انني حاليا ملي وقع لي هاد المشاكل هادو ديال مع ولدي وليت كنبركها ويقول لك كنبقى نتقفز بوحدي، الا غير صونه غير سرسار كنقفز، الا غير صونه ليا غير تليفون كنقفز. ولات عندي فوبيا، ولات عندي واحد الفوبيا ولات عندي. وانا ديجا كنشرب دواء الاكتئاب انت راك عارف، ودابا زدت دخلت في واحد المرحله اللي ربي اللي عالم بيا. جايين حنا صدفه خديجه، حنا جايين عندك صدفه، تلاقينا بلال في الزنقه بان عليه انه تشرد، ولدك ما بقاش بغى يجي عندك للدار. انا دابا اقسم بالله بواحد الحاجه باش يعرف جبناه غير بزز، ولدي فاق خرج كنشد فيه، المرا جارتي كتشد فيه قال انا غنمشي نشوف فين نمشي، انا ما غنبقاش. قال لها معاه صافي ماما بغيتها مريضه تبقى مرتاحه بوحدها، انا مبغيش نبقى معاها في الدار. انا ندور على بلال. بلال وليدي شنو وقع لك؟ حتى تلاقات مع فاطمه الزهراء شنو وقع لك بابا؟ شنو وقع لك؟ اش نقول لك؟ قول لي يا وليدي شنو وقع لك؟ شنو وقع لك؟ ضغطوا عليا بزاف اختي فاطمه الزهراء والله. انا ماشي اختك، انا ماماك، انا ماشي اختك. شكون اللي ضغط عليك بزاف؟ باشر بزاف ضغط عليا، بقاو يحرشوا فيك بزاف. اش بغيتي بديك الام شنو دايره لك؟ امك فاعله، امك تاركه ياك، سي نورمال. واحد الدري في هذا العمر راه اي حاجه غتاثر فيه. علاش خرجتي من القرايه؟ كتلقاو ليا فهمتي، كتلقاو ليا كيضربوا ليا وكيسبوا لي فهمتي، ما استحملت داكشي النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث بزاف. كيتنمروا عليك، هذا هو بلال اللي كان معاه خويام، هذا هو. شتي شنو جناتي يدك خديجة؟ شفتي فين ولينا؟ شنو بغي ولدك في هاد الحالة تبغي عليه؟ هذا هو راجلك، وهذا هو حبيبك، وهذا هو خوك، وهذا هو ولدك. واش كتعرفي الضغط اللي كيتعرض ليه الطفل هذا؟ راه ما عندوش قوة الاحتمال بحالنا. حنا نقدروا نقولوا ولات عندنا المناعة ضد التنمر، ضد السبان، ضد حيت كبرنا، حيت دوزنا بزاف ديال الحوايج. وهانتي ما قاداش كتشربي الدواء ديال الاكتئاب، فما بالك واحد الوليد اللي ما عارف مسكين والو في هاد الحياة. علاش درتي لي هكا خديجة؟ أنا ما عرفتش راسي غنوصل لهادشي يا فاطمة الزهراء. كون عارف نوصل راسي لهادشي ما غنديرش اليوتيوب أصلا، ما نديروش، وخا نمشي نطلب في الزنقة، ما يعرفني حد وما نعرف حد. هادشي قدر الله، ما عندي ما ندير. أنا خلصتو وكنعترف بيها فاطمة الزهراء اختي. حنا اليوم ماشي ما غنقولو ما غنلوموش بلال على هادشي اللي دار، غنلومك ولدي، لأننا ما تنرفعوش أصواتنا على والدينا وما تنهزوش ونهرسو على والدينا. الله سبحانه وتعالى كيوصينا على الوالدين، ولا تقل لهما أف كيف ما بغاو يكونوا، ما تطيعهمش إلا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، هو اللي ما كنطيعوش فيه والدينا. كيف ما بغات تكون أمي راها أمي. حنا اليوم جينا باش نصالحوك مع ماماك، جينا باش تبدا حياة جديدة، باش نوجهو واحد النداء المتتبعين ديالنا لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. كنتمناو منكم
كنطلبوكم وكنترجاوكم والجمعيات الحقوقيه بطبيعه الحال انها توقف مع هذا الطفل، لان حياته كتدمر وكاينين جوج ديال الاطفال اخرين. بغيناكم توقفوا معاهم، توقفوا مع هذه الام. الحمد لله انها اعترفت بذنبها، وكيقول لك اللي كيعترف بذنبه كمل لا ذنب له. السيده اعترفات، السيده عرفت راسها خطات، مايمكنش نبقاو نلومو فيها، مايبقاش فينا نبقاو نجلدو فيها. حياتهم تحولت لعذاب والدمار، ما بقاتش عندهم حياه. الحمد لله والشكر لله. بلال شنو بغيتي يا ولدي؟ انا قد ما قعدت فهمتي، تقدروا تخرجوا نتوما نتبعوا تما فهمتي. لا ما كايناش تقدروا تخرجوا نتوما نتبعكم. لا لا غير ولدي الله يرضي عليك، انا بغيتك توعدني قدام المشاهدين ما كايناش شي حاجه تخرجوا نتوما نتبعكم. حنا بغيناك تبارك مع ماما وتصالح مع ماما بقلب صافي، ما تبقاش تسوق لاش كيقولوا الناس. راه كيقول لك غرارين عيشه، عارف هذاك المثل ديال غرارين عيشه عيشه طلقت، راه غرروك ملي خرجتي الزنقه. شكون دخلك؟ شكون دخلك يا بلال؟ تا واحد ما دخلك، تا واحد ما حنفك، تا واحد ما رحمك. في العيد خالتك اللي هي خت امك شنو قالت ليه؟ قالت ليه دوز معايا العيد، وهادشي قبل ما يوقع لي المشكل. دوز معايا العيد ونهار يفوت العيد شوف فين تمشي. هادي خالتك؟ اه. اذا انا ولدي شنو انا خواتاتي ما تبعونيش فهادشي كامل، اي عيطوا في التليفون صافي. عيطتي يا خديجه؟ اه عيطتي. عيطت ضرب عاد بجيت من المحكمه. ونشي كتسنيف وليدك يخرج؟ خايفة عليا بط. اه بطبيعة الحال، الا درجة انني 8 انا في الزنقة كنقول لا عندك العيد ويدوزوهم وانا ما نحضرش معاه ويهبطوا، حيت خصني ضروري نكون. تخيلي فاطمة الزهراء استافيت اللي كتوقف كنجي نجري، واش اناسي واش اناسي. صافي بشوي ما كنت غنتسطى، والمتتابعين ديالي راه كاع عاشوا معايا هاد اللحظه، لاني كنت دايره لايف حدا المحكمه، كلهم شافوا معايا. كنشكر خوتي المغاربه اللي كلهم بكاو معايا وكلهم تاسفوا معايا وكلهم بقيت فيهم وبقى فيهم ولدي. شنو بغيت تقول ماما كريمه بيه؟ ما مالتي ما نقولو مشى ليا كلشي فهمتي، بقيت كنفكر في شي حاجه. واخا بلال باقي مقلق على ماماك؟ تقلقتي حيت درت لك هادشي؟ ما كنتيش باغيه؟ بطبيعة الحال واش كاينش واحد كيبغي تخرج؟ كنتي باقي صغير ما عارفش، كتلحق داكشي غير ضحك، ما عرفتي التبعات ديالو. ما حتى بديتي كتخلص في الشارع وفي المدرسة وفي القنوات ديال يوتيوب وعاد اللي كيسبك في أنا ما أنا صراحة بكل صدق ما كنفهمش أن كاينش واحد المرأة بعقلها ناضجة كدير فيديو تسب الطفل. غنشدك غنفعلك غنتركلك كل هادشي راه هذا السبب. هذا تا هو راه ولا الوقت اللي بلال تمنع من المدرسه، مابقاش كيقدر يمشي للمدرسه، حتى هو هذا راه سبب هذيك السيده اللي كانت كتطلع في القنوات في, في 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 القناه ديالها وكتقول لي غنشدك وندير لك ونفعلك. هذاك حتى هو سبب. هذه قادت ولده. اه قا عندها قدو. ها هو قوا هضر بلال. كتهدد فيا وكتقول لي اي فوا تخرج غنحطيك من دارك. اه درا في لايف قدمتوك للشرطه لايف. حطيك وتخرج. وعلاش هادشي؟ ندير لك بالموس. علاش؟ ما عرفت اختي. ما درنا لها حتى شي حاجه. شنو بينك وبينها؟ شنو العلاقه؟ ما كانت عندنا كان نسوبيه بيناتنا. السيده تغات طلعت مع الطليق ديالي. اش غنقول لك؟ لا وبزاف داكشي دارت خليتها الله وهاد العواشر، ولكن راه باقه بيني وبينها القضاء، لانني جات لي مع المشاكل ما بقيتش مشيت سولت. ولو انها جات عندي لداري وطلبت مني السماحه داكشي اللي دارت هي، راه انا هادشي حتى هو سبب هادشي اللي كنخلص فيه، لان هي السبب. كانت كتقول لولدي شوف انا غنديك ندير لك نفعل لك، غنديك الامارات غنفعل لك غنترك لك. كانت كتوعد. هادشي ما كنتش بغيت نقوله، ولكن هذا سبب خصني نقوله باش كلشي يعرف. ضرات لي ولدي، ولو ديك السيده كتعيط ليا وطلبت مني السماحه الكياس بر والاماره ما تمحاش، لان هي سبب هادشي اللي دابا انا اعترفت بهادشي اللي درت، ولكن غنعترف بهادشي اللي دارت السيده. حتى هو راه داخل في هادشي اللي انا كنعيشو حاليا مع ولدي. جامع الفلوس جامع. ارفع صوتك ولدي. الجامع شي 5000 درهم. اها عطيتها 5000 درهم نصبت عليك فيها، طمعت لك في 5000 درهم داتها لك. الجامع يعني في الجامع كنت كنجمع وكانت عندي 5000 درهم وصافي الحمد لله ما عطيتهاش شي حاجه كثير. الحمد لله الحمد لله. زنقه زوينه بلال. اما احسن زنقه ولا داركم؟ اه انت خرجتي غير شويه وما داولك التليفون سرقوه لك ياك، دازو الشفاره وسرقوها لك غير شويه خرجتي، يعني كنتي تقدر تعرض لاعتداء جسدي في الزنقه. بزاف ديال الحوايج كيوقعوا في الزنقه. واش كنتي كتهضر فيه؟ كنت كنهضر في التليفون بحال هكا طرولي. ايه شتي بلال اليوم غتقول ماما كتسمح لك وغتنوض تعنقها وغتبوسها وغتبوس لي على راسها وغادي تنسى هاد الهضره الخاويه ديال غادي تمشيو نتوما وغادي نتبعكم.
حيت ما كايناش شي حاجه غتمشيو غنتبعكم، كاينه شي حاجه سميتها غنبرك في دارنا. بغيت نعرف هاد الناس هادو اللي كتعيطوا لولدي، انا ما غنقدرش نسميكم وما غنسميكمش اصلا، منهم ناس في اوروبا، نتوما كتخافوا بينكم بالله اللي كتحرضوا الدري باقي صغير تقولوا لي خرج وحنا نخلصوا لك الكره. نهار بلال قبل ما يدير هاد المشكل 4 ايام وكيبات في الزنقه، وهادشي عارفينه لي فان ديالي كاملين عارفينه. دابا كاينين الناس كيعيطوا في التليفون لهاد الوليد وكيقولوا له خرج من دارك وخلصوا الكره، كيعيطوا الكابينه خرج وحنا نخلصوا الكره. علاش زعما علاش علاش زعما بغاو يخرجوك من عند ماماك؟ ضرب لينا في ماماك ودير لماماك وفعل لماماك. واخا ماماك كتشوف على شي حاجه خايبه بلال؟ ها ماماك كتدخل شي راجل غريب لداركم؟ ها كدير ماماك كدير الدعاره؟ ها شنو كدير ماماك اللي ما عاجبكش من غير هذاك الشيء اللي دارت على اليوتيوب وهي اعترفت؟ وهي شنو هما الحوايج اللي ما عاجبينكش ماماك؟ ماشي ما عاجبني، ما بقيتش مرتاح في الدار، ما بقيتش كنلقى راحتي. علاش شنو اللي ما بقاش مريحك؟ وليت باغي غير نخرج، وليت فهمتي جاتك الطجه طجيت، وليت باغي تولي سايح بودرباله. ها قول بلال خوي راسك ماما من هاد الهضره الخاويه، وبرك في داركم وتسامح مع ماماك وطلب الناس السماحه. انا خصني نسامحها لي، الله يهدي ويرد بيه، الله يهدي ويرد بيه. من الوالدين والخاسر من الوالدين، والخاسر من الوالدين. ولا شي هاد الام هادي لا غضبت عليك راه غضب عليك الله تعالى. كيف ما بغات تكون ماما، كيف ما دارت لك ماماك، وراه ما غتعرف قيمتها حتى النهار تخطاك. بصح كيف ما بغات تكون هادي راه ميمتك وولداتك، وتوحمت وحملت وتوجعت وولداتك ورباتك وسهرت معاك وصايبت الرضاعة وعطاتك بزاز لها رضعتيهم. عامين وكيرضع، عامين عامين عامين. سخيتي بميمتك، سخيتي بيها، شو واحد كيسخب ميمتو؟ الحمق الهبيل. انا امي 13 عام فاطمه الزهراء، يا ريت كنت بقات عندي امي بحال ما كي البارح. الناس باغيين المهم يجبدوا والديهم من القبر غير يشكوا. يا ريت يا ريت يا ريت. واش كرهتي امك؟ ساعه من والديا ما لقيتهاش. كرهتي امك؟ ماشي كرهت، انا فهمتي بحال قلتي اي حاجه كتعرق لي كرهتها، فهمت؟ تحياتي اصلا انا ما بقاتش عجباني كيفاش كنعيش. واش انت في هذا لاج وكتقول حياتك ما بقاتش عاجبك؟ لا ماشي ما بقاتش عجباني، ما هادشي اللي غادي يبان ما عجبنيش. شنو كيبان لك المستقبل بلال؟ باغي نحقق شحال من حاجه، باغي ندير شحال من حاجه. ولا انا بغيتي تحقق شحال من حاجه، راه اول شرط لتحقيق اهدافك هو تكون امك راضيه عليك. الاب ديال بلال فين هو خرج؟ ما عمره مازال ما يحن فيه ولا شي حاجه، معذور ما عندوش يعني يكون عنده ولا شي حاجه. لا واش كيشوفو؟ لا ما كيشوفوش. النهار اللي كنا هذا خرجنا من المحكمه وعيطت لينا اختي في الحي المحمدي، تلاقات به قالت لينا جيو تغداو، وشافنا وعيط عليه بلال، قال لي والله ما ندور نسلم عليه ولا نقول لي شوف، وانا ما عارف دابا حتى شي حاجه، كما كان الحال كيبقى باك دور. اليوم راه كبير عند الله، سلم عليه وحضر راسك كارو زين باك خايب باك. ما بغيتش نشوف باك، ما بغيتش نشوف حتى شي حاجه. انا دابا ملي تلاقيت معاه في الزنقه شنو قلت لك؟ قلت لك ما خليني اخر احنا ما غنمشيو سيدي تنصالحوك مع ماما كنشوفوك ضاحك. فين هو بلال ديال العرس والبرزه وهيام وانا الراجل وانا هذا؟ فين هو بلال الضحوكي الناشط؟ الله ياخذ الحق من الله ياخذ الحق من الافلام القصيره. هذيك المره اللي كنتي تجوجي في فيلم قصير مع شنو كدير بيبي في الفراش، واش عقلتي ولا ما عقلتيش؟ الحاج فين هو بلال؟ عندك واحد الموهبه زوينه ديال التمثيل، تقدر دير افلام قصيره اللي هي هادفه ثقافيه ديال قدك ديال العمر ديالك. ما تفرطش في هذه الموهبه، حاول انك تبغي الحياه، ما تكرهش الحياه، الحياه جايه عندك ما تحاولش انك تدفعها، الحياه جايه باقي انت في عمر ديال الحياه مقبله عليك. كذبوا عليا كيقرصوني عليا كي ما نجاوبش كيسميتو. ما شافوك التليفون تهنيتي ما بقى يصوني لك حتى واحد. راه الله صايبتو ليه ملي قبل ما يوقع هذا المشكل هذا ديال العيد، قبل كنهرسو ومشي تصاوبتو لي. علاش كتجاوب؟ قسما بالله علاش كتجاوبهم؟ جاوبتيهمش صيفطوا لك في الميساج وصافي خليهم. اش غيقولوا لك كاع هاد الناس يقولوا حتى العيد غدا غيعيا؟ شوف راه غيبقاو يصيفطوا ما تجاوبهمش، يصيفطوا ما تجاوبهمش، واحد النهار غيعيا. شحال قدهم كاع؟ يلاه نوض بوس لي الماما، بوس لي الميمه، بوسه وعنق، نوض من قلبك وغتواعدني انك غتبدا حياه اخرى، والمتتبعين راه غاديين يوقفوا معاك، والمشاهدين والناس اللي ديال بصح والناس اللي عندهم وليداتهم غيديروا بلال انه وليدهم، وغادي يعاونوك الناس اللي متقين الله واللي كيعرفوا بينهم وبين الله.
ماشي الناس اللي باغيين يخربوا، الناس اللي باغيين يجمعوا. ما عرفتش انا كيفاش هاد الناس كيفكروا، كيكونوا مراد هادو اللي كيبغيو يجمعوا. والله الا مراد وحق الله، كيكونوا مراد لان الناس الطبيعيه. هاد الناس هادو راه كانوا اصدقاء ديالي وكانوا كيهضروا معايا واحد الوقت اللي انا بعدت على هويا مستار، حتى هما بعدوا عليا. اش نديروا؟ اجيو نتعاقموا من بلال نحشوا يلاه نوض نوض. عندكم صحتكم، عندكم راسكم، عندكم نوض. داكشي اللي هرستي لها غادي تخلفوا كله وغادي. لا حتى حاجه ما همتني، الله يهديه ويرد بيها اختي. كلشي داكشي الزهره وحق الله العظيم، الله يهديه ويرد بيه. شوف بوس ماماك وبوسلي على راسها وبوسلي عليك. انا الله يهدي اختي ويرد بيه، اقسم بالله العلي العظيم حتى حاجه فاطمه الزهره ما هم، كلشي كيتعوض. زيد قرب وحدايا فاطمه الزهره. داكشي راه انا اللي درته، ماشي هو اللي دارني. داكشي راه هو اللي درته. مشى ليا هذا ولا مشى ليا سعد ولا محمد، باقا غنعوضهم. حتى حاجه ما تعوض ليا ولادي. فينا هي امي؟ فينا هو با؟ عاد باش نفكر انا في جوج شقوفه. ايه راه خساره تخسر، ولكن داكشي اللي هذاك هو نصيبي، داكشي اللي بغى لي الله. كل يسر من قله عقلو شعل العافيه في الدار، ولا دار شي حاجه، ولا فين غنوليو؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ملي جاتنا في الجاج الحمد لله، رحنا جمعنا وقادينا والحمد لله، الله يرزقنا لهنا وراحت البالين. ما كلشي كيتعوض، كلشي كيتعوض. وكنبغي نقول لخوتي المغاربه بان ولدي باغي يخدم، اللي كيبغيني وكيبغي ليا ولدي وعندو لي شي خدمه راه ولدي باغي يخدم. اتصل بك، عطينا الرقم ديالك خديجه، حنا غادي نسجلوه. 0767 26 64 66. 0767 26 64 66. اللي بغى يقدم هذه المساعده لبلال وبغى يقلب له شي خدمه بدون سب بدون شتم، الله يجازيكم بخير. يعني عندي اللي فيا يكفيني، الله يجازيكم بخير. اللي بغى يتعاطف مع ولدي في شي خدمه الله يجازيكم بخير. كاع عندكم وليداتكم الله يخليهم لكم، باش تعيطوا لي وتسبوني وتشمتوا فيا ولا شي حاجه، الله يجازيكم بخير بلا ما تعيطوا لي. انا بغيت القلوب ديال اللي كيحسوا بك، اللي هما اللي بكاو معايا واللي شكوا معايا واللي هما كيحسوا بالامومه واللي عندهم الوليدات، هما اللي بغيتهم، اللي عنده شي خدمه في اي حاجه يخدم ولدي. ما عندوش نيفو باك، المهم في العمر ديالو 18 عام، غيكمل ان شاء الله نهار واحد يمشي في شهر 7. سالي نقرا سيزيام. سيزيام ويكمل ان شاء الله قرايته. بلا خصك تخدم هذا الصيف باش تقرا ان شاء الله السنه الجايه ماجي. الله يرضي عليك اولدي، الله يرضي عليك. اخر شهر 3 مخلصه شهر 6 ومخلصه الاخر ديال شهر 7 مخلصه. علاش اولدي خصك تكمل قرايتك؟ الله يجعل ذنوبو على هذيك اللي كانت كتقول لي ندير لك ونفعل لك. انت السبب لولدي، ما نسمحش لك لا دنيا ولا اخره. واش كاين في قول كي دابا؟ وحش الله العظيم فاطمه الزهره. عشنا في البلد اللي تلقى لك اخويا وقدم به شكايه. تخيل وليت كندي ولادي للمدرسه، تخيل وليت كندي ولادي للمدرسه وكيبقى يتسناني. تخيلي كندي ولادي كنحطهم في لاكاردو غير مع 7:15 ورجع نمشي معاه هو للمدرسه. شكون هما هادو اللي كيضربوه وحنا عارفينهم شكون؟ راهما هضروا داروا لايفات وقال لك حنا نديرو نفعلو نتركو. ولكن هادو اللي كانوا كيتلقاو ليه وكيضربوه شكون هما؟ ما انا ما عرفناهم شكون هما من عندهم. شحال من خطره كيشرقوا لي الشكاره، شحال من خطره، شحال من خطره. لا اله الا محمد رسول الله. يلا بلال ولدي عنق ماماك باش نختمو قدام المشاهدين، وكنتمنوا لك حياه جديده سعيده. وخوي راسك ولدي من هاد الهضره الخاويه، وهذا الدور ديالك انت خديجه. اكيد دورك انت مع وليدي، اكيد دور ديالك انت. اكيد قولوا عبد الله واش الترجيم وشويه ديال القران وكلام الله حتى هو راه كيحيد هذا التوتر وهذا الطاقه السلبيه اللي عندكم في الدار، لان عندكم واحد الطاقه سلبيه اثرت وفات على هاد الوليدات الصغار. يلا بلال عنق ماماك، ضربي لواحد الثانية كدير بصح من القلب وبوسها وعندك كيما مولف كدير انت وياها. عندك وليدك الله يهديك. انا مدير باغا لك الخير. عندك ماماك الناس اللي كيعنقوا بجوج الايدين، تيعنقوشها بايد. الله يهديك الله يهديك الله يهديك. عندك مويتك، عندك وليدي مويتك. راه ما تحس بيه تا الخطاك ديال العاده باش تحس بيه. ما حد هداك راه ما غاتحش بيه كيف غنبعد عليك، راه ما كاينش اللي يدخلك مع الباب. ما كاينش حنا كيدقوا علينا شي واحد، كيعرفنا شي واحد، حتى واحد ما عاقل علينا. الله يهديك الله يهديك. انا حتى واحد ما عاقل عليا فاطمه الزهراء، الا كنشكر شي وحدين من الفان ديالي. واحد السيده اللي هي خالتي نعيمه كنبغي نشكرها من هذا المنبر، اللي هي عمرها ما خلاتني بكيت الحمد لله. واحد الصديقه ديالي في مراكش وصديقتي ايمان اللي في مدريد، كنشكرهم جزيل الشكر الصراحه. في هاد 3 ايام اللي وقع فيها المشكل ديال بلال بكيت، بكاو معايا، شكيت شكاو معايا الصراحه. لله داكشي اللي داروا عليا هاد الناس راه ما داروش عليا خواتاتي وسلوى بنت الشعب.
سلوى بنت الشعب راه عمرني ما ننسى خيرها. سلوى بنت الشعب اللي هي عندها 7 الوليدات، داكشي اللي دارت عليا سلوى بنت الشعب ما داروش. الوقفه اللي وقفت معايا سلوى بنت الشعب ما وقفوش معايا خواتاتي، هاد الناس اللي هما شكرت الصديقه ديالي وخالتي نعيمه وايمان دمادريد بعاد عليا، وقفوا معايا في التليفون ما سكتش، كيف كان بكي كيبكيو معايا. ولكن هاد سلوى بنت الشعب راها من نهار اللي وقع المشكل الى درجه انها طاحت ليا على رجليا وكتبوس ليا فيهم كتقول لي خديجه سمحي لبلال، كتبكي وكتغوت في الكوميساريه كتقول لهم بلال راه ولدي رانا ما ردعاه، راه بلال راه ما ردعاه حتى شي حاجه على داكشي اللي دارت، ولاو البوليس باغي ما عرفتش يديروا على داكشي الغوت اللي غوتت في الكوميساريه. كنشكرها الله يجعل ربي يعطف عليها القلوب ويسهل عليها في سكينه ويعطيها ربي داكشي اللي كتبنى الله يعطيه لسلوى بنت الشعب. وبالنسبه لطليقي كتكذب كتقول لنا شريت ليه الحول، فين هو الحول اللي شريتي لي يا خويا؟ فين هو؟ فينا هو؟ فينا انت كتجي ارى لي التليفون لا ارى لي التليفون كيتشارج اخلي ماطلي لا غير خلي التليفون. شوف انت ديك الشهر ملي صيفطتي لولادك الماندا المقطعه حاكمه لك المحكمه ب 2600 وكتصيفط النص الوقت اللي قالها لك راسك والنص الاخر تيقولوها لك يقولها لك ثاني راسك ماشي مشكل، واخا كيجيو مقطعين المهم حنا تنقضيو بهم الغارات. انا الحمد لله راه عايشه مع الحباب الحمد لله ما عنديش ما خاصني، ولكن هذاك الشيء اللي كتصيفط لولادك راه كنمشي نتقدى عليهم ماكله وانت كتشوف بعينك كنصور فاطمه الزهراء اختي فيديو باش ما يقولش لا راه كتخسرهم ولا تدير فيهم وتتفعل لهم في الماس يتصيفط لهم تنمشي المرجان تنتقدى لهم. داك الشيء راك عارفه الدراري كيقراو في لاميسيون كي مع من تيقراو خصو ولدي الا شاف واحد شاري هاد الحاجه خصني انا نشريها لولدي ما خصنيش نحرمو منها، كنقول لهم ولدي خدي من عنده كيقراو في البيعته بحكم ان باهم عنده جنسيه فرنسيه. كنقول لا خص وليداتي اللي شافوا هاد الدراري خصها وليداتي تاون ما نحرمهمش منها. ملي صيفط ليهم قال لي محمد وسعد قالوا لي ميرسي بابا سي جونتي سعد فازي برك تمايا، قال لي بابا ميرسي سعد كيقول لي بابا انا سعد ميرسي، علاش ما يهزكش قلبك وعلى الاقل قول لهم دغيا ولا قول لهم شكرا ولا قول لهم سلام وليداتي كي دايرين. انت كيف كيجيك النعاس ما كتفكر سعد ملي كان كيقول بابا، ما كتفكر محمد ملي كيقول بابا، ما كتفكر في هاد الاولاد واكلين شاربين ملي جيت حضنهم؟ ها انت كتصيفط لهم شهر اي وشهر لا، هاد الدري باغي الحنان باغي الابوه باغي تشفق عليهم بعينيك بيدك ماشي بالماده. كيتوحشوا بيان سور كيتوحشوا بالاخص سعد. سعد راه كل مره تيقول لي ماما بغيت بابا عطيني بابا نمشي عند بابا ديني عند بابا، علاش هادو الدراري شنو ذنبهم هاد الدراري؟ وكتكذب كتقول الناس انا شريت ليها الحولي، فين شريتي ليا خويا الحولي؟ فين صيفطتي ليا فلوس الحولي؟ من داك الشهر ما صيفطتي لي حتى شي حاجه. هاد الدراري ماشي من حقهم تا هما يعيدوا، هاد الدراري ماشي من حقهم تا هما يشوفوا الحولي ديالهم وشاري ليهم باهم ها؟ ولكن اش غنقول لك قدام هاد الناس اللي طالعين في هاد العواشر؟ غنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هاد الدراري واحد النهار انت نكرتيهم في الدنيا انا ما نخليش ولادي ينكروك، كما كان الحال كتبقى باهم وحامل الاسم حاملي الاسم ديالك ولو كتكرههم. انا ولادي عمرني ما نكرهك فيهم، عمرني ما نكرههم في باهم والله ما نكرههم فيك، كتبقى باهم كتبقى باهم. انا دابا طلقتيني عام دابا وفين ما مشيت كيقولوا لي مدام فلان انا ما تنساش عندي معاك الاولاد